تشغيل الأتوبيس الكهربائي في شوارع القاهرة بدأ فعلا. اتكلمنا مع بعض عن الأتوبيس الكهربائي ده كتير، وإنها خطة وإنها ليها الكثير من الفوائد، الفوائد اللي خاصة بصحتنا، خاصة بالبيئة، خاصة بحياتنا، تنظيم الوقت، توفير الجهد، كل ده تحدثنا عنه. النهاردة إحنا بنتكلم عن الأتوبيس الكهربائي فعليا على الأرض، موجود في شوارع القاهرة في خط عبد المنعم رياض القاهرة الجديدة. انطلاق الأتوبيس الجديد جاي بالتوازي مع يعني ما تقوده الهيئة العربية للتصنيع، وبتشارك فيه من تطبيق المنظومة المختلفة للنقل العام الذكي. اسم المنظومة الجديدة دي النقل العام الذكي. المنظومة دي ليها معايير دولية بتتم حسب دراسة وحسب خطط كانت موضوعة ليها علشان يتم التعامل بيها لفترة طويلة إن شاء الله في مصر، وبإذن الله تبقى تجربة لكل شخص هيبتدي يستخدمها، لكل المواطنين ولكل المصريين، جديدة مختلفة، وفي نفس الوقت هتوفر لهم الكثير من المجهود من مصر. رصد رحلة الأتوبيس الكهربائي في شوارع القاهرة وقدمها في تقرير بيحاول من خلاله أنه يقول لكم أهم مزايا الأتوبيس الكهربائي. بهدف تقديم حل متكامل لتطبيق منظومة النقل العام الذكي طبقاً للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن، أتوبيس كهربائي ذكي يخدم سكان القاهرة الكبرى بالتعاون ما بين وزارة الإنتاج الحربي وشركتين بالقطاع الخاص. بيتم إنشاء خط إنتاج في المصنع لإنتاج مستهدف أنه ينتج 2000 أتوبيس لهيئة النقل العام على مدار 4 سنوات بمعدل 500 أتوبيس سنوية. الأتوبيس بيعمل بالكهرباء طبعاً، يبقى صديق للبيئة، موفر للطاقة، ما فيش تلوث هوائي ولا تلوث سمعي، ما فيش فايبريشن أو اهتزاز في الأتوبيس، بيخلي الراكب يحس بالراحة وهو راكب. طبعاً اتطورنا عن الأول يعني كانش فيه تكييف، لا هنا في تكييف، وهنا في طبعا الاتوبيس مخصص لذوي الاحتياجات الخاصه. ده بجانب طبعا ان في وحدات، يعني في وحدات امان للاتوبيس كالشواكيش اللي موجوده هنا، الراكب يمسكها هيخبط الازاز كله هينزل، دي في مراحل معينه. اثنان وثلاثون مقعدا سعته، ويمتلك العديد من وسائل الراحه وسلما لذوي الاحتياجات الخاصه، وهو ما جعله يلقى قبولاً كبيراً لدى مستخدميه مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى. تغيير جديد جداً في وسائل المواصلات المصرية، عبر عن الحداثة والراحة والرفاهية. هي الخدمة ممتازة مبدئياً، يعني فكرة جديدة، الأتوبيس حلو، الكراسي مريحة، خدمة الواي فاي اللي تبقى متاحة ممتازة جداً. يعني أعتقد ده هيبقى طفرة كويسة على الخط لو استمر على نفس الجودة بتاعته ويقدم نفس الخدمة مطلوبة من المتميزة. يعني أنا حاسس إنه آمن جدا، خاصة لو في أسرة كمان، وغير كده هو مريح طبعا. هي خدمة كويسة جدا، ونتمنى إنها تزيد وإنها توصل لجميع أنحاء الجمهورية. كاميرات للمراقبة تتصل بوحدة تحكم رئيسية لمراقبة خط سير الأتوبيس تحقق الأمان للركاب. بعد الانتهاء من رحلة قضيتها داخل هذا الأتوبيس الكهربائي الذي وفرته الحكومة المصرية للتيسير على المواطنين باستخدام الطاقة النظيفة، فإذا أردت أن تصل لوجهتك بكل سهولة فأنصحك باستخدامه. من مصر، محمد خالد. الحقيقة هي تجربة مختلفة وتفرح، وبتضاف لأسطول النقل العام في مصر، تجربة بعد دراسة، بعد تعامل مع خبرات دولية وعالمية، بتضيف لمنظومة النقل أكيد في مصر، وليها مزايا ذكرناها في التقرير مهمة جدا، خاصة بذوي القدرات الخاصة، إزاي يقدروا يكونوا في وسائل النقل العام موجودين
براحة شديدة، لاقيين فرصة في ركوبها وفي التنقل. دي واحدة الحقيقة من المميزات اللي لفتت نظري في التعامل مع الأتوبيس الكهربائي. وفي نفس الوقت الراكب العادي أكيد هيلاحظ الاختلاف إذا ما قارن ما بينه وما بين الأتوبيس العادي. التجربة دي مهمة قوي لحياتنا وصحتنا، هي تجربة صديقة للبيئة زي ما بيتقال عليها، لأنها طبعا بعيدا عن استخدام الوقود العادي ومشاكله، إحنا النهاردة بنتكلم عن يعني شيء بعيد تماما عن أي حاجة ممكن تضر صحتنا. فألف مبروك على التجربة دي، وإن شاء الله هنتابع الخطوات الخاصة بيها وإزاي الناس استخدمتها ورأيها كمان من خلال تقاريرنا.